انتشار حمى الضنك في سجن بير أحمد بعدن، إهمال متعمد من إدارة السجن، وبلاء يفاقمه سوء المعاملة الذي يتعرض له السجناء السياسيون والمخفيون في السجون السرية بعدن. فأين دور الحكومة الشرعية في معاشيق؟ أهلا بكم. طالبت رابطة أمهات المختطفين الصليب الأحمر بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقلين في سجن بير أحمد بعد إصابة 7 منهم بحمى الضنك وتقاعس إدارة السجن عن التدابير اللازمة للمعتقلين. 57 معتقلا في سجن بير أحمد معرضون للأمراض المعدية التي انتشرت بشكل لافت في ظل غياب الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. لكن أسباب الحزن كثيرة التي تواجهها أمهات المختطفين، منها موقف قائد قوات التحالف الذي وقف أمامهن ورد على مطالبهن بمعرفة مصير أبنائهن وأقربائهن المختطفين بأنه لا سجناء في مقرات التحالف ولا يعلم عن مصير أي سجين في عدن، ما يتعرض له السجناء من تعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات استدعى وقوف الكثير للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين ومحاكمة السجناء وقبل هذا وذاك برعاية الصحية لكل المعتقلين. يخوض المعتقلين في سجن بير أحمد إضرابا عن الطعام من يوم الاثنين. انتشار وباء حمى الضنك بين المعتقلين في سجن بير أحمد باب جديد لمأساة عنوانها الإمارات وأدواتها في عدن. مطالبات رابطة أمهات المختطفين بإنقاذ السجناء نتيجة تفشي وباء حمى الضنك في سجن بير أحمد تكشف عن معاناة وإهمال متعمد دون أي رعاية صحية، وتضاف إلى التعذيب وسوء المعاملة التي يتلقاها أبناؤهن في سجون الحزام الأمني بعدن. الرابطة تتهم إدارة السجن بتعمد إهمال السجناء وتحمل حكومة هادي مسؤولية ما يتعرض له أبناؤهن نتيجة تفشي الأوبئة بين المعتقلين. يبقى المعتقلون والمخفيون قصراً مغيبين عن هذه البيوت، وهم الذين يعانون بشكل مستمر من سوء المعاملة بما فيها سوء التغذية والتهوئة وعدم توفر المياه. تحذيرات كثيرة أعقبت بيان الرابطة من اجتياح الأوبئة للمعتقلين وسط إهمال يفاقم حالة السجناء ويهدد حياتهم بالموت في عزلتهم القسرية. أهالي المعتقلين أطلقوا مناشدات للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء والمعتقلين ونقل المرضى منهم إلى المستشفيات للعلاج. المناشدات أثمرت عنها استجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المختطفين لتجد بينهم مصابين بالملاريا وحمى الضنك. إزاء هذه المأساة يمسك التحالف بحالة من الإنكار، حيث وقف منذ أيام قائد التحالف العربي بعدن العميد مجاهد العتيبي لينفي وجود أي مخف قسريا أو مختطف في مقر التحالف منذ استلام مهامه، مؤكدا ألا علم له بأي مخف في أي مكان آخر. رابطة أمهات المختطفين كانت قد وثقت حالات 38 مختفيا قسريا و56 معتقلا تعسفيا في سجن بير أحمد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الناشطة الحقوقية هدى الصراري عبر سكايب من القاهرة، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة هدى. مساء الخير عزيزتي، ومساء الخير للسادة قناة الفضائية. أهلا بك أستاذة هدى، أنت نشرت في صفحتك على تويتر خبرا حول تفشي وباء حمى الضنك بين معتقلي سجن بير أحمد، دعينا في صورة الوضع هناك حسب معلوماتك. صحيح، خبر انتشار وباء حمى الضنك في معتقل بير أحمد كان تحت رابطة أمهات المختطفين في محافظة عدن، وقد نفذت وقفة احتجاجية قبل يومين نتيجة الوضع المزري وتفشي حمى الضنك بين المختطفين من سيئة جدا. المعتقل لم تؤدي واجبها المناط بها بعرض هؤلاء المرضى بحمى الضنك على الصحه او حتى السماح للاطباء بزياره المرضى والقيام بعلاجهم. وبالتالي حتى
نطلع المحل وكذلك نطلع على المحل داخل إدارة المعتقل من الشخصيات المعتقلين، وأيضا الوضع الصحي والأمن الإنساني داخل المعتقل. قمنا بنشر تغريدة على تويتر وكذلك على حسابي بالفيسبوك عن انتشار حمى الضنك وكذلك الملاريا والإضراب أيضا من قبل المعتقلين كافة على الوضع الصحي، واحتجاجا على عدم عرضهم على النيابة وجهات الإنفاذ القانون لفتح قضاياهم. نعم، لا يعرضون على النيابة ولا يعرضون أيضا على المستشفيات، حسب الأخبار بأن إدارة السجن ترفض نقل المرضى إلى المستشفيات. يعني لماذا؟ أليس هذا أبسط حقوق السجين؟ صحيح، كما ما قلت هي من أبسط الحقوق أو من أبسط المعتقلين في تلقي العلاج والكشف الطبي المبكر للكشف عن حالتهم الصحية خاصة مع انتشار وباء الضنك والملاريا والتقنيات في كل محافظة عدن. بالتالي هناك مسؤولية تقصيرية بل المعتقل أو أيضا غياب مؤسسات وكذلك أيضا النيابة في التبليغ المبكر عن هذا المأساة، وكذلك أيضا هناك بعض الأشياء التي ينبغي عليها أحمد، منها مثلا اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان، كذلك أيضا وزارة الداخلية، أيضا النيابة العامة في لديها دور تكاملي ومسؤولية تقصيرية تجاه المعتقلين يمشي علينا قيام بواجبهم. نعم، إذن أستاذة، يعني لو تساءلنا حول طبيعة أو قانونية وجود هؤلاء المعتقلين، هل هم معتقلين سياسيين؟ هل هم مخفين قسرا؟ ما هو التوصيف القانوني لهم؟ حقيقة هم لا يعتبرون حتى الآن معتقلين أو عليهم جرائم، نتيجة أيضا عدد المعتقلين لا يوجد لديهم أي متعلقات بأي معتقل داخل المعتقل، وبالتالي النيابة ترفض التحقيق أو البحث في قضاياهم لأنه لا يوجد ملفات استدلال لبعض المعتقلين، بالتالي كيف تفتح النيابة في قضاياهم أو تكون تحقيقهم في المحكمة؟ الآخر بعض المعتقلين داخل الجبهة متهمين بقضايا إرهاب، لكن للأسف ليس هناك أي ملفات أو بشكل رسمي، كذلك ايضا النيابه لم تسجل اوراقهم في المحكمه لديهم ملفات. نعم استاذه هدى، نعم سأعود إليك إلى أن يعني نرى إشكالية الصوت. تنضم معنا الأستاذة أمت السلام الحاج عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة أمت السلام. مساء على المشاهدين وعلى ضيفتك الكريمة. أهلا بك أستاذة أمت السلام، من خلالك نود أن نطمئن على الحالة الصحية للمعتقلين في سجن بير أحمد. سمعتم وعلمتم من خلال وقفتها الأمهات مع الرابطة في أمام الصليب الأحمر ووصلين رسالة إلى الصليب الأحمر للتدخل إنقاذ أبنائهن من في سجن بير أحمد من حمى الضنك ومن الأمراض التي يعانوا منها. لا شك أن هذه المعاناة المستمرة لهؤلاء المعتقلين تعسفا من قبل هذه الأمن الماسك لهذه المنطقة أضر بهؤلاء الناس، مع أنهم بعضهم موجود معهم أو صدرت أوامر من النيابة بالإفراج عنهم، ولكن تعنت هذه الجهة المسيطرة جعلت هذه المعاناة تستمر، لا هي الذي عالجتهم واهتمت بصحتهم ولا هي الذي أطلقتهم. ويوجد بين هؤلاء المساجين تعسفا أو المعتقلين تعسفا من وصل إلى مرحلة الجنون من كثرة التعذيب. الأمهات يذهبين إلى
يسيرين السجن وفي الزيارات ويرجعين وقلوبهم تدمع على أبنائهم، والشباب هناك والمعتقلين تعسفان يضربوا مرة بعد مرة على الطعام دون جدوى ولا سماع من أحد، ولا أحد يلتفت إلى قضيتهم. حتى أنه الآن اللي هي في الرياض وغيرها لم تتناول قضية هؤلاء المعتقلين تعسفا. نحن من خلال قناتكم الكريمة نوجه رسالة للجميع أنهم نعم. هؤلاء أكثر من 3 سنوات وهم يعانوا. الأمهات قالين إذا حصل من أبنائنا أي شيء حاكموهم، ونحن مستعدات لتحمل هذه التكلفة حقا بالنسبة للمحاكمة. ولكن الآن هذه الإفراجات لم يتم العمل بها، و16 واحد معهم إفراجات، ويستمر عضو النيابة في حجزهم مرة وتجديد الحجز مرات عديدة. يعني الظلم هذا إلى فين؟ الناس قد هم مجانين، يعني إيش عاد يشتوا منهم؟ يعلم الله يخرجوا هؤلاء الناس ويجلسوا في البيوت يعني فاقدي الأهلية، لا يستطيعوا أن يتكلموا، لا يقابلوا أحد، لا من كثر الخوف والهلع الذي رأوه وعانوه في داخل السجن، فيخرجوا أمراض نفسية يعني تحاصرهم من كل مكان. نعم أستاذة أمة السلام، يعني لا الإدارة وفرت لهم يعني الوضع الصحي المفترض به أن يكون، ولا هي التي أطلقت سراحهم كما قلت. ماذا تريد منهم بالضبط؟ يعني هي تعلم تماما أن تفشي مثل هذا الوباء سيأتي على الجميع، فلما تسمح بمثل هذا الأمر وبمقدورها معالجته؟ هذا التساؤل نفس الشيء نحن نتساءل، ولذلك طرحنا رسالة للصليب الأحمر وزرناهم بحيث أنه يتدخلوا في هذا الأمر إذا كان هذول الناس بهذه القساوة وهذه الشدة. فيمكن من جهة الصليب الأحمر يكون هناك فرج ويدخلوا الأدوية ولازم لهؤلاء الناس. أيضا ذهبنا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وشرحنا لهم الوضع أيضا كيف أن هؤلاء الناس يعانوا بهذه الصورة. ويعني ما ردودهم؟ ما يرد علينا الصوم. بما ردوا عليكم؟ الجميع يعني نرسل الشكوى ونتكلم ونكلمهم فيتجاوبوا معنا انهم سيعملوا هذا، ولا يردوا لنا، لا يوجد تغذيه راجعه، نتصل بهم ايش عملتوا؟ يعني كلك تمام، كل شيء ان شاء الله خير وخلاص. نعم، إذا يعني لو تسألنا أستاذة أمل السلام، أن المختطفين كانوا تحت سلطة الإمارات، خرجت الإمارات كما يقال واستلمت السعودية البلاد، أو يعني تمكنت من الوجود في هذه المناطق، ماذا عن المختطفين؟ لم يتم الحديث عنهم أبدا. هذا الذي حصل في الوقت الأخير عندما وقفت الأمهات مع الرابطة في أمام التحالف، وخرج أبو سلطان أو استدعاه لمكتبه وأنه رسالة وأنه لا بد من البحث عن المخفيين والنظر إلى المعتقلين، فوعدهن أنه خلال أسبوعين إن شاء الله بيرد لهم خبر. وهذه الـ ما نقول التلاعب بهذا الأمر أو التماطل والتباطؤ يزيد في معاناة الناس ومعاناة الأمهات ومعاناة هؤلاء المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا أيضا، لأن أمهات المخفيين يتابعنا أيضا هذه القضية ويتابعنا أين أبنائهم. يعني الآن في معتقلين تعسفا موجودين في السجن ومرضى ويعانوا، وأيضا مخفيين أمهاتهم يعانين من فقد أبنائهم، وتوجهين كما قلنا إلى توجهنا جميعا الى التحالف لنرى انه خلاص صارت جهه وجاءت جهه، ولكن الفرج من الله عز وجل والامل في الله عز وجل. اصبح يعني ان الامهات والله
آلة يرسلها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا مت سلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذة هدى، عدتي معنا عبر الهاتف، وأود أن أسألك بقائد التحالف قال لأمهات المختطفين يوم الثلاثاء الماضي أنه منذ تعيينه ليس لديه أي معلومات حول أي مخفي قسري في عدن. إذا أين هم هؤلاء المخفيين؟ أين أقارب هؤلاء النساء التي يقفن يوميا؟ صحيح، هذا ما قاله العتيبي قائد قوات التحالف الجديد بأنه لا يعلم أي وجود لمخفيين داخل معسكر التحالف الذي كان يوجد سابقا بداخله كل المخفيين قصرا وأيضا في عدة أماكن من السجون السرية. حقيقة كلامه هذا يثبت ادعاءات أنه قد تم نقل المخفيين قصرا، والذين حتى يومنا هذا لا نعلم أي مصير لهم، أكانوا أحياء أم أموات، إلى خارج اليمن أو كما يشاء أنهم في عصب القاعدة العسكرية الموجودة هناك. ولذلك نحن من هنا نطالب التحالف بالكشف عن مصير هؤلاء المخفيين قصرا. كذلك أيضا أمهات المختطفين والمخفيين كانت قد قابلت في وقت سابق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضا مفوضية حقوق الإنسان، وطلبت منها أن تقوم بدور لدى التحالف بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين، لكن للأسف هناك تقصير واضح من قبل وزارة الداخلية أيضا، لأنه كل جهة تخاف أن تتحمل مسؤولية هؤلاء المختطفين والمخفيين. بالتالي هناك تعقيم على الموضوع، أيضا كل الجهات تنفي صلتها بالاختطاف أو حتى الإخفاء وأيضا حتى بمصير المختطفين. لذلك تقف الأمهات حائرة ما بين الداخلية وكذلك أيضا وزارة حقوق الإنسان الذي أهملت بداية رفض وتوثيق ومتابعة شؤون المخفيين، قامت مؤخرا بتوثيق هذه الحالات. كذلك أيضا هناك متابعات من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، لكن مثل ما قلت لك كل الجهات التي قامت بالاختطاف وبالإخفاء تنسي مسؤوليتها تماما، وبالتالي تضع التحالف والقوات السابقة التي كانت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن قيامها بالاختطاف والإخفاء نضعها أمام مسؤولية بأنها هي التي يجب عليها أن تكشف مصير هؤلاء المخفيين أمام العالم، لأن القضية صارت قضية عالمية وليس قضية اليمن. الموضوع الإخفاء والسجون السرية صار موضوع دولي تتداوله كل منظمات الدولية وأيضا. لكن ألا تجدين أن هناك، يعني لا أدري كيف يمكن تسميته من قبل وزارة حقوق الإنسان بين قوسين تواطؤ، حيث يعني عوضا عن البحث عن هؤلاء خاصة بعد خروج الإمارات ذهبت لتكريم أحد المتورطين باختطاف هؤلاء وربما تحول بيته إلى أحد السجون؟ للأسف وهذا ما تكلمنا عنه سابقا، بأنه كيف ينبغي لوزارة حقوق إنسان أن تقوم بتكريم أحد المنتهكين بجرائم حقوق الإنسان. بالتالي مثل ما قلت لك أننا نضعها أمام مسؤولية حقيقية بالكشف عن أو متابعة على الأقل، يعني مسؤولية إخلاقية بمتابعة مصير هؤلاء المخفيين كونهم مواطنين يمنيين بالدرجة الأولى، حتى وإن كانوا ضالعين أو متهمين حقيقة بقضايا إرهاب من الحقوق الدنيا لهم يجب التحقيق معهم وفق القوانين والتشريعات اليمنية، وكذلك أيضا عرضهم على النيابة والقضاء حتى ينالوا جزائهم إن ثبت فعلا عليهم جرائم إرهاب. لكن بالتالي اختطافهم بهذه الطريقة اللا إنسانية وتعذيبهم، والبعض منهم لدينا معلومات أنهم قد تم التخلص منهم للأسف، كذلك أيضا إخفاءهم بهذه الطريقة، هذه طريقة غير إنسانية ولا إخلاقية، وبالتالي تضع هذه الجهات مسؤولية أمام أمهات المعتقلين وأيضا أمام الشعب اليمني برمته، لأنه هذه الانتهاكات مثل ما طالت هؤلاء الأشخاص فستطال الكثير منهم طالما نحن سكوت بهذه الطريقة. نعم، إذن
لو تحدثنا عن يعني الأنباء التي تقول بأن الإمارات نقلت هؤلاء المختطفين إلى قاعدة عصب في إرتيريا قبل خروجها من عدن، أستاذة هدى، كيف يمكن إثبات ذلك أو كيف يمكن المدافعة عن هؤلاء ونحن لا نعلم أين هم بالضبط؟ صراحة هناك بعض الأقاويل وبعض الإدعاءات، كل ما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان تظل إدعاءات حتى يتم التحقق منها بشكل كامل. هناك جهات ينبغي عليها متابعة الأمر مثل وزارة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية، كذلك النيابة والقضاء، وأيضا اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ينبغي عليها الضغط على التحالف وأيضا على الجهات التي قامت بالاختطاف والاعتقال بطريقة غير قانونية وبغير مسوغ قانوني أنها تكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص الذين تم إخفائهم. بالتالي جرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، فمهما نكروا اليوم أو أنكروا صلتهم بهذه الوقائع وبهذه الاختطافات والإخفاء، سوف يأتي اليوم لمقاضاة هذه الجهات وبالتالي الاختصاص لحقوق الضحايا. إذن ابقي معنا أستاذة هدى. ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لكل جميع مشاهدي قناتكم الكريمة وضيوفكم الأعزاء. أهلا بك أستاذ توفيق، كيف تتابعون ملف المختطفين في سجن بير أحمد خاصة مع تدهور حالتهم الصحية، حيث تقول الأخبار الميدانية بأن هناك 7 من هؤلاء تعرضوا لحمى الضنك وهذا المرض تعلم قابل للتفشي؟ في حقيقة الأمر اليوم أصبح ملف المعتقلين سواء في الشمال أو في الجنوب مرتبط بصوره كبيره بالاجنده السياسيه للاطراف المتصارعه في اليمن، وعلى راس ياتي على راس ذلك ملف المعتقلين والمخفيين في سجن بير احمد، والذي من المفترض ان تكون ملفاتهم قد عرضت على النيابه العامه ويتم اما الافراج عنهم اسوه باخوانهم او احالتهم الى القضاء، لكن يبدو ان تعقيدات المشهد السياسي في عدن من أغسطس عام 2019 أحال دون ذلك، وبرغم أن الأهالي استبشروا خيرا بحضور السعودية إلى عدن ورغم الوعود التي قدمت بحلحلة هذا الملف، لكن للأسف الشديد لم يروا شيء، بل أن المشهد أصبح أكثر ضبابية وأكثر قتامة خاصة مع التقارير والإفادات التي تؤكد وجود أو انتشار الأمراض في هذا السجن خاصة حمى الضنك على المعتقلين فيه. لكن بشكل عام اليوم هذه الأطراف ترتكب جرائم حقيقية، المجتمع الدولي مسؤول بصورة أو بأخرى عن هذه الحالات الموجودة في السجن. اتفاقية ستوكهولم أفردت بندا خاصا بشأن المعتقلين والأسرى، والذي من المفترض أن تبدأ حلحلته في يناير عام 2019، والذي كنا نؤمل أن برغم أن معتقلي بير أحمد والمناطق الجنوبية لم يشمل في هذه الاتفاقية، لكن كنا نؤمل أن حلحلة هذا الملف سوف تفضي إلى حلحلة ملفات أخرى، لكن للأسف الشديد هذه الملفات نزع منها الجانب الإنساني والجانب الحقوقي وارتبطت بأجندة سياسية بحتة، وبالتالي تعقيدات هذه الملفات هي مرتبطة بتعقيدات المشهد السياسي وضعف أيضا الفاعلية الدولية للأسف الشديد من قبل سواء المبعوث الأممي أو الدول التي لديها القدرة على حلحلة هذا الملف. اليوم المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولية كبيرة بعد اتفاقية الرياض وعليها مسؤولية كاملة، لأن اليوم من المفترض أن تكون هي المشرفة والمنفذة على هذه الاتفاقية. نعم، إذن من المسؤول عن هذا السجن عمليا أستاذ توفيق؟ هل وزارة الداخلية؟ عمليا المسيطر على الأرض هو المسؤول عن هذا السجن بغض النظر عن تصريحات هنا وهناك. اليوم لا توجد وزارة داخلية حقيقية موجودة في عدن، القوات التحالف والإمارة والقوات يعني التشكيلات المسلحة التي كانت مدعومة من الإمارة كانت هي مسؤولة عن هذا السجن، ونحن أصدرنا تقرير
في ابريل 2012 بالتفصيل، عفوا 2018 بالتفصيل عن سجن بير احمد وكيف يدار والجهات المشرفه عليه. اليوم المجلس الانتقالي والقوات المدعومه من المجلس الانتقالي والتابعه هي المشرفه على هذا السجن، وبالتالي اليوم انتقلت المسؤوليه الى مسؤوليه المجلس الانتقالي والقوات السعوديه اليوم التي دخلت الى محافظه عدن بعد اتفاقيه الرياض او قبله بقليل، وبالتالي اصبح هذين الطرفين هما المسؤولين عن سجن بير احمد وما يدار فيه من انتهاكات او اهمال الى غير ذلك. نعم، اذا بعد رحيل القوات الاماراتيه ومجيء القوات السعوديه استاذ توفيق، هل تنقل المسؤوليه العامه للسعوديه وعليها ان تكشف عن مصير هؤلاء؟ من اليوم الجهه المسيطره على الارض هي المسؤوله، الحكومه الشرعيه ايضا لا يمكن ان ينفصل او يعني اعفائها من المسؤوليه، اليوم رئيس الوزراء موجود في عدن ولو شكليا لكن عليه مسؤوليه، وزاره حقوق الانسان عليها مسؤوليه، لكن نحن عندما نتحدث عن الامارات او نتحدث عن السعوديه نتحدث عن اطراف بيدها القرار الفعلي الذي يمكن ان يحل هذا الملف. في السابق كان هنالك قرارات قضائيه صادره من النيابه العامه وكان يعرقل هذا الملف سواء في حضرموت او في عدن من قبل المشرف الاماراتي ابو احمد، في ذلك الوقت كان يشرف يعرقل كثير من الملفات وتم تاخير اطلاق الكثير من المعتقلين احيانا لاربعه اشهر، خمسه اشهر، سته اشهر برغم وجود اوامر نيابيه واضحه في هذا الامر، ولا تمتلك سلطه قضائيه تنفيذيه حقيقيه موجوده على الارضيه، وحتى اداره الامن في عدن هي جزء من المشهد الذي يمكن ان تقولي بانه يتبع طرف من الاطراف، لان لا توجد وزاره داخليه حقيقيه اليوم موجوده في عدن. اليوم السعوديه تمتلك سلطه القرار، وبالتالي هي كانت بعد احداث اغسطس وعدت الاهالي بحل حاله هذا الملف وايجاد مخارج معينه خاصه من اجل تطمين مخاوف الاهالي، لكن الى حد الان لم توجد، ما زال الحال كما هو. على اليوم السعوديه ايضا مسؤوله، رئيس الوزراء مسؤول عن هذا الملف بصوره او باخرى. نعم استاذ توفيق ابقى معنا ساعود اليك. استاذ هدى، يعني لو تحدثنا عن نشاط للمنظمات الدوليه المعنيه مثل الصليب الاحمر والهلال الاحمر وغيرها، تحدثت معنا الاستاذه امنه السلام بانهم يحاولوا ارسال الرسائل اليهم، الدخول اليهم ويتم الوعود، ولكن عمليا لا يوجد شيء على الارض بتحريك هذا الملف او بالضغط على الجهات المعنيه، لماذا برايك؟ حقيقة هذه الجهات التي ذكرتيها مثل مكتب الصليب الأحمر وأيضا بعض الجهات الحقوقية أو المنظمات الدولية التي تحاول مد يد العون للوضع أو انتشال المعتقلين من الوضع المأساوي الذي يعانونه، لكن للأسف الجهات القائمة على معتقل بير أحمد لا تتعاون مع مكتب الصليب الأحمر ولا حتى مع المنظمات الدولية بالتفتيش أو بإصدار أي تقارير أو حتى بإصدار التصريحات التي ينبغي القول ما هي الوضع الإنساني والوضع الصحي الذي يعانوه معتقلي بير أحمد. بس فقط علينا أنا حابة بس أضيف معلومة، أننا لا ينبغي التسليم بأن قوات التحالف كانت الإمارات سابقا أو السعودية حاليا المسؤولة، ينبغي علينا حث مؤسسات الدولة القيام بواجبها والاطلاع بمسؤوليتها الإخلاقية والدستورية والقانونية تجاه اليمن بشكل عام. لدينا وزارة الداخلية، لدينا وزارة حقوق الإنسان، لدينا أيضا لجنة تقصي حقائق هي اللجنة الوطنية، لدينا أيضا مؤسسات إنفاذ القانون تستطيع لو تكاتفت هذه الجهات أن تنتشل الوضع بشكل حقيقي وبشكل كبير وأن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء المعتقلين. لكن للأسف عندما نقوم بإلقاء المسؤولية على هذه الجهات هي جاءت فقط بدور تكميلي، لكن إذا تقاعست مثل ما تقاعست في المرات السابقة لهذا سوف يتكرر الوضع مثل ما تكرر لدى عندما كانت الإمارات هي المسؤولة على الملف الأمني في عدن. ولذلك حسب ما اتفاقية الرياض يجب أن يتم تسليم كل المسؤوليات لمؤسسات الدولة حتى تقوم بمهامها، وعلينا نحن كحقوقيين وكمنظمات مجتمع مدني أيضا
مساعدة مؤسسات الدولة للقيام والرقابة على مسؤوليتها. بالتالي ينبغي على هذه الجهات انتشال الوضع الذي يحدث في محافظة عدن من خلخلة في الأمن وأيضا من تقاعس لدور مؤسسات الدولة كما هو الحادث الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا أسرار الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني كما تحدثت الأستاذة هدبية أن على المؤسسات الحكومية أن تقوم بدورها، ولكننا نصدم ببعض المواقف. ربما قبل فترة تحدث وزير الداخلية ونائبه عن عدم وجود مثل هذه السجون السرية، نجد وزير حقوق الإنسان يكرم أحد المتورطين بهذه الانتهاكات. فيعني في اللحظة التي يفترض بهم أن يقوموا بواجب ما، نصدم بالعكس تماما وربما بما يسيء الملف أكثر. لا، ونحن اليوم نتحدث عن سلطة أمر واقع بيدها القرار. يعني حتى اليوم أجهزة، عندما نحن نتحدث إلى الإمارات ونتحدث عن التحالف ونتحدث عن هذه القوى، نحن نتحدث عن قوى فاعلة. نعتقد أنه وزارة حقوق الإنسان أو وزارة الداخلية تقريبا رابطة الأمهات في محافظة عدن حثتها تقريبا أسبوعيا من خلال وقفات أمام منزل وزير الداخلية، من خلال المخاطبات اليومية من وزارة حقوق الإنسان. أعتقد أن اليوم المؤسسات الحكومية مقعدة مشلولة، خاصة الجهات التنفيذية. ربما الجهات القضائية قامت بدور معين ودور مشكور، يعني من خلال الأوامر القضائية التي صدرت من مكتب النائب العام، من النيابة العامة ومن المحكمة بالإفراج عن كثير من المعتقلين. لكن نحن عندما نتحدث عن التحالف، نحن نتحدث عن الجهة القادرة التي بيدها سلطة القرار الحقيقي. اليوم إذا أردنا حتى نكيف وزارة الداخلية الموجودة لدى الحكومة الشرعية، لن نجد وزارة حقيقية موجودة عبارة عن إدارة أمن في كل محافظة. لكن الوزارة كوزارة اليوم غير موجودة في عدن، الوزير غير موجود في عدن، ربما غير مرحب في عدن من قبل المجلس الانتقالي، وبالتالي هو في محافظة أخرى. بالتالي نحن عندما نتحدث عن واقعية، نتحدث عن سلطة فعلية تتحمل هذه المسؤولية، وهذه المسؤولية التي تتحملها بموجب القانون الداخلي اليمني وبموجب القوانين الدولية المحلية أمامها كجهة راعية أو داعمة أو شريكة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني في هذه الحرب. نعم، إذن أستاذ توفيق، الجهات المعنية كما قلت لا تقوم بدورها، ونحن نخاطب من بيدها القرار. لكن لو تساءلنا عن دور المنظمات الدولية، أمهات المختطفين كما وقفت أمام منزل وزير الداخلية وتقوم بالوقفات الأسبوعية وتصدر البيانات، أيضا توصل رسائل لبعض المنظمات الدولية آخرها ربما الصليب الأحمر، ولكن حقيقة نتفاجأ بألا شيء عمليا. يعني حتى لا يوجد أي تقرير، لا يوجد أي تضامن، لا يوجد أي حث الجهات المعنية للكشف عن مصير هؤلاء. لماذا برأيك؟ لا، هي بالنهاية دور المنظمات الحقوقية هو دور كاشف. بالنهاية أنا أعتقد أن المنظمات الحقوقية في فترة من الفترات، خاصة الفترة من 2017-2018، اشتغل شغل كبير جدا، أخرج هذا الملف من غياهب السجون إلى السطح. كانت منظمة صان في البداية، كان هناك هيومان رايت، كان الإيمينيستي، كان هنالك أيضا وسائل إعلام كبيرة، كان هنالك تقارير قوية، كان هنالك تضامن حتى داخل مجلس حقوق الإنسان. لجان التحقيق الدولية سلطت الضوء بصورة كبيرة، ويمكن أن نراجع التقرير الذي صدر في عام 2017-2018، وكان لديه بصمات واضحة بشأن السجون الموجودة. لكن الإشكالية أنه هذا الملف اليوم مرتبط بأجندة سياسية، مرتبط بالحل السياسي في اليمن، من الإشكالية الكبيرة. وللأسف الشديد عندما ذهب الناس إلى الرياض لم يتضمن أيضا الرياض بند حقوقي، مع أن الإشكالية التي أدت إلى تفجر الأزمة في عدن الملف الحقوقي أحد أسبابه. ومع ذلك تجاهلت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لأنها لا تريد أن تدين نفسها، تجاهلت هذا الملف. اليوم علينا أن نضغط باتجاه
دولي بالأساس لإدارة الأطراف بما فيها التحالف، عمل تشبيك مع المنظمات للضغط على مارتن جينيفيت. لابد من تحريك هذا الملف، لأن هذا الملف اليوم أصبح ملفا دوليا مرتبطا بالحل السياسي للأسف الشديد، وأحيانا مرتبط بمزاج الأطراف. عندما تكون هذه الأطراف لديها مزاج رائق وجميل، نلاحظ بين فترة أخرى صفقة تبادل أسرع أو الإفراج، وعندما يتعكر المزاج السياسي أو المزاج العام يتم التجديد على هذا الملف وتغلق كافة أبواب الحلول في وجهه. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ توفيق أن تنضم معنا أروى فضل زوجة المختطف عادل حداد عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أخت أروى. مساء الخير عليك وعلى جميع الجمهور وعلى جميع المشاركين بهذا البرنامج. أهلا بك أستاذة أروى، نود منك أن تطلعينا سريعا عن وضع زوجك، متى اختطف وهل تعلمين أين هو بالضبط؟ زوجي اختطف عام 2016 في 17/11، والآن كان دخل على ولا أعلم مصيره إن كان حيا أو ميتا. نعم، إذن قمتم بوقفة احتجاجية قبل أيام للمطالبة بمعرفة مصير أهالي، كنا في سجن بير أحمد، عن ماذا أنتجت هذه الوقفة؟ والله الوقفة كانت مبشرة بالخير، ونتمنى أن توصل إلى هذا الحد، أن تكون مبشرة بالخير. هذا نحن حدث قيادات الاتحاد قيادة العتيبي وعد الأمهات بأنه خلال هذه الفترة سيقوم بالتحقيق مع الجهات التي اختطفت أبناءنا، ونتمنى من التحقيق أن يوصل إلى شيء، لأنه هو قال أنه ليس عندهم أي معلومة عن أي سجين مخفي داخل التحالف، ومنه من بداية من مسكت المملكة التحالف لا يوجد أي سجين، وهذا نحن الأمهات نعلم عنه، لأن خروج التحالف خرجوا جميع السجناء وخاصة بعد الضغط الذي صار. قصدك خروج عدن الإمارات من عدن؟ هو قبل خروج الامارات من عدن كان في ضغط من الامهات من المنظمه المختطفين والمعتقلين، كنا نعمل ضغط واضح انهم خرجوا جميع السجناء وتوزعوا على سجناء سريه. نحن يوصل لنا معلومات انه في سجناء منتشره في داخل عدن وخارج عدن، ونتمنى من قياده السعوديه ان تفتح هذا الملف، لأن للأسف الشديد عندما تمت اتفاقية الرياض لم يدخل هذا الملف، لا ملف المختطفين ولا ملف المعتقلين. من تحمل مسؤولية هذا التجاهل أستاذة أروى؟ يعني يتم الاتفاق كما قلت. يعني أولا وآخرا حكومة بلدنا، لأنه قبل خروج الشرعية من عدن ونحن كنا نطالب وكأننا نأخذ الوعود من وزارة الداخلية من كل مكان، حتى نائب وزير الداخلية أعطانا إحنا وعد إنه بيعملوا لجنة لتقصي هذا الموضوع، وللأسف الشديد ولا أي جهة، وللأسف إن وزارة حقوق الإنسان عندما كنا نذهب إليها ونخبرهم كانوا يقولوا عملوا بلاغات وعملوا بالأخير يكرموا جهة إدعائية. أول مرة في تاريخ الإنسانية جهة إدعائية وتصير على شكاوي يقوموا بتكريمها، والله لا أعلم إلى أين وصلنا. نعم، إذا أستاذة أروى طرقتم أبواب المنظمات الدولية، طرقتم أبواب الأمم المتحدة، الحكومة الشرعية، الآن التحالف، ما الذي يعني يمكن تقديمه أكثر؟ إلى أين يمكن رفع هذا الملف؟ من هي الجهات التي تستطيع دعمكن؟ يعني لمن توجهين رسالتك؟ صراحة ملف المختطفين والمعتقلين في اليمن أعتقد ولا أي منظمة ولا أي جهة خارجية استطاعت أن تخدمنا، فأعتقد أن بتكون بخدمتنا هي قيادة التحالف الجديدة، لأنه كل ما يدور في عدن تحكمه قيادة التحالف، ونحن نتمنى من القيادة الجديدة أن تكون صادقة بما وعدتنا بأنها ستتم التحقيق مع الجهات، مع أنه العلم أن بعض الجهات التي عليها الادعاءات غير موجودة في عدن، ولكن حتى لو كانت غير موجودة في عدن أو بعض من الجهات التي قد لا، هذا الملف لا يجب أن يقفل، خاصة أنه هناك مشاركون، حتى إذا لم يوجد الشخص الذي ادعى عليه هناك نائبه، هناك بعض من اللي كانوا مرافقين له، مش معقول أنه تقفل قضية لمجرد أنه مات شخص أو أنه شخص خارج البلاد، لازم
قيادة التحالف تكون صادقة معنا بأنها تثبت وجودها بهذا الملف. نحن لا نبحث عن أي شيء أكثر من أننا نبحث عن حقيقة كشف ملف المختطفين، لأن الأمهات والله العظيم يرثى له ما يصير للأمهات، القلب يدمي ما يصير للأمهات. آخر مرة جت معانا أم وهي عندها السكري ورجلها يعني مجروحة، يعني بأي وقت ممكن تتعرض للبث، وأمهات اللي عندهم القلب يعني لو شفتوا أو يعني عاشرتوا مأساة هذه الأمهات والله العظيم خرج كل من في عدن من أجل هذه الأمهات، رغم أنه أحيانا يلاقوا معاناة من أبناء عدن. نعم، يؤسفنا حقيقة هذا الوجع الذي تعيشونه يوميا و في ظل غياب أهاليكن. أخت أروى فضل زوجة المختطف عادل حداد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن تقر عيونكن وقلوبكن بلقاء أحبتكن. عودة إليك أستاذ توفيق، ربما القيادة الجديدة قطعت وعودا ما لهؤلاء الأمهات، وضعت في قلوبهن الأمل، هل ستصدق برأيك أستاذ توفيق وتحقق ما لم يستطع تحقيقه لا الإمارات ولا الحكومة الشرعية ولا وزارة حقوق الإنسان ولا المنظمات الدولية؟ والله نحن نتمنى، يعني نتمنى أن تكون التحالف صادق، لكن هنالك إشكالية كبيرة. يعني هل من المعقول أن السعودية لا تعلم بقضايا هؤلاء المختطفين؟ وهل من المعقول أن المختطفين المعتقلين منذ زمن ليس لهم ملفات تحقيق واضحة؟ وإذا كان الأمر متعلق بهذا الأمر، لماذا لا يحيل الأمر برمته إلى النيابة العامة ليتم التحقيق فيها؟ والأمر الرابع أيضا، ما مصير المعتقلين اليمنيين أيضا في سجون المملكة العربية السعودية، السجون اللي تشرف عليها السعودية داخل اليمن؟ هنالك سجون سواء في ألويتها الشمالية أو في الجنوبية، هناك تعقيدات. التحالف العربي أنا أعتقد أنه يحاول أن يجمل نفسه بمثل هذا الكلام، لكن نتمنى، أنا أتمنى أن يكونوا صادقين. لكن إذا كان هنالك جدية وإذا كان جاء من أجل حل، يعني يعمل على حل حالة الأوضاع وإعادة الأمان والطمأنينة إلى الأمهات، يحيل ملفات المعتقلين في بير أحمد إلى النيابة العامة، يوجه النيابة العامة بالتصرف في هذا الأمر. هو ماذا سيحقق إذا كان لديهم 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات في السجون، تم التحقيق كما يقال، تم فتح ملفات، هو ماذا يريد الآن؟ ماذا يريدون بعد 5 سنوات؟ سيحقق في ماذا؟ ما هي المعلومات المطلوبة؟ يعني ليكون هؤلاء لديهم ذرة من احترام للإنسانية، ليكون لديهم ذرة من احترام وقع الأمهات، أن يقول بعد 4 سنوات سنحقق، نريد أن نعرف معلومات. يعني ماذا كانوا في السابق؟ هل كانت السعودية غائبة في السابق عن عدن؟ ألم تكون مشاركة في قرار التحالف؟ لنكون واقعيين. نعم. السعودية شريكة في الاعتقالات التي تتم في جنوب اليمن، في سواء في عدن أو في حضرموت أو في المهرة أو حتى في المناطق شمالية. نعم، أستاذ توفيق، ربما سألنا مرارا وتكرارا عن دور حكومة الدكتور معين، دور حقوق الإنسان الشرعية. دعنا نعيد ذلك، على التكرار يعلم إلى آخره. هؤلاء لن يتعلموا. الدكتور معين عبد الملك قال من البداية، أنا رجل اقتصاد ولست رجل عسكري، أو ليس بيدي الملف العسكري ولا الملف الأمني. لا الاقتصاد انحل ولا الجانب الأمني استقر، ولا ندري الآن ما هي وظيفة حكومتنا إلى حد الآن. إذا كان المحافظين الذين يعينون يبقون في القاهرة، وإذا كان الوزراء الذين يعينون يداومون في الرياض، وإذا كان رئيس الوزراء لا يشرف على الجانب الأمني والجانب العسكري ولا حل الجانب الاقتصادي ولا استطاع يصنع علاقة ندية. ماذا يعني؟ نحن اليوم نعيش عن يعني كذبة كبرى اسمها الشرعية. الشرعية اليوم تحولت إلى كذبة كبرى، إلى شبح، إلى شبح غير موجود. هذه القصة وما فيها من أجل يخدعون العالم، يقولون الحكومة الشرعية عادت إلى عدن، حكومة لا تمتلك قرار، لا تمتلك سلطة، لا تمتلك حتى رؤية. نعم. وبالتالي نحن لا نؤمن لا على معين عبد الملك ولا على حكومته في حل هذا الملف. يجب أن يكون هنالك ضغط شعبي وحقيقي في هذا الأمر. اليوم ماذا فعلت الحكومة لقصف 300 على أبواب عدن وقصف 110 على أبواب مأرب؟ إلى الآن لم تشكل تحقيق، لم تتحدث إلى الناس، كل يعني أمر لا يمكن، يعني فوق يعني ماذا نريد أن نقول؟ يعني
نحن اليوم أصبحنا ضحايا حكومتنا للأسف الشديد. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.